السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وأخواتي. بالنسبة للحلقة ديال اليوم غادي نشوفوا الطريقة ديال التحضير ديال البغرير اللي طلبوا مني العديد من الأخوات. بالنسبة للبغرير غادي نحتاجوا المقادير. عندي هنا نص كيلو ديال السميدة الرقيقة، انتما كما كتشوفوا تكون السميدة الرقيقة انتما كما كتشوفوا هذا الشكل. نص كيلو غادي نستعملوا معاها 4 المعالق كبار ديال الدقيق، الدقيق الأبيض الممتاز، بيضة كاملة، ما تكونش بيضة كبيرة، تكون بيضة صغيرة. واحد 2 معالق كبار ديال الخميرة ديال العجينة، خاص الخميرة تكون كثيرة باش يخمر لكم مزيان ويطيب، لأن إلا كانت الخميرة باردة أو لا الخميرة ماشي شي خميرة مزيانة راه ما غاديش يطلع لكم وما غاديش ينجح معاكم. كيس من الخميرة ديال الحلويات، الملحة والماء، ما يكونش دافي، شبه دافي يعني بارد وفي نفس الوقت دافي، لأن إلا كان دافي بزاف غادي يطيب البيض وغادي يرجع لينا الخليط كل خيوط، لذلك خص الماء ما يكونش دافي وما يكونش بارد. صافي ودابا على بركة الله غادي نبداو الطريقة ديال التحضير. أول حاجة غادي نديروها السميدة، غادي نزيدو عليها خميرة حمرا، غادي نزيدو الملح على حساب العجينة، غادي نزيدو الخميرة ديال العجينة، وغادي نزيدو بيضة والدقيق. والماء، بالنسبة للماء أنا هنا استعملت لكل 500 غرام ديال السميدة كنستعملو 500 مليلتر ديال الماء. صافي أنا غادي نزيد هنا الماء، غادي نزيد غير نص الكمية تنشوف، ونعاود نزيد نفس الكميه الاخرى. دابا غادي نخدم هاد الخليط هذا. دابا على بركه الله غادي نبدا نزيد الماء، انتما كما كتشوفوا نخلط الخليط، وغادي نزيد الماء اللي بقى عندي كامل. بعد ما خلطنا الخليط ديالنا غادي دابا ننقلوه للمونينكس. هانتوما كما كتشوفوا اخوتي واخواتي راني نقلت الخليط ديال البغرير في الخلاط الكهربائي. انا في الاول كما قلت لكم في المقادير راني زدت 500 مليلتر ديال الماء، غادي نعاود نزيد 500 عفوا ماشي 500، غادي نزيد 250 حتى نشوف. غادي نطحن هذا الخليط لمده 7 دقائق حتى يطحن مزيان، نرجع باش نكملوا الطريقه ديال التحضير. هانتوما كما كتشوفوا اخوتي واخواتي بعد ما دوز الخليط 10 دقائق في الآلة أو في الخلاط الكهربائي، هانتوما كيجي الخليط بهذا الشكل هذا، ما خصوش يجي ما 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 وما خصوش يجي عاقد بزاف. المهم المجموع درت انايا 750 مليلتر ديال الماء، 750 الكمية راه ماشي كل واحد عنده نفس النوعية ديال السميدة ونفس النوعية ديال الدقيق، حيت كاينة اللي كتشرب وكاينة اللي ما كتشربش. المهم غنبداو ب 500 مليلتر ونبقاو نزيدو، الا لقينا الخليط عاقد بزاف غادي نزيدو 250 ونحبسو الارض. صافي دابا هاد الخليط هذا غادي نغطيه مزيان في شي بلاصة دافية ونخليه حتى يخمر لمدة 25 دقيقة حتى 30 دقيقة، وان شاء الله نرجعو باش نشوفو الطريقة ديال الطياب ديالو. كدوز 30 دقيقة على الخليط ديال العجينة ديالنا، كنخلطوه مزيان. انا راه بديت كنطيب، ثم كما كتشوفوا كنوجدوا شي منديل اللي يكون نقي بهذا الشكل هذا اللي غادي نبقاو نحطوا عليه البغرير ديالنا. ودابا على بركه الله غادي نبداو بالطياب ديال البغرير. خوتي فوق النار هادئه كنديروا المقله ديالنا، مقله بطبيعه الحال تكون المقله غير لاصقه، كنهزوا مغرفه من الخليط ديالنا ثم كما كتشوفوا دائما على عافيه مهيله. صافي بعد ما اخوتي كطيب البغريره ديالنا، نتوما كما كتشوفوا دابا على بركه الله غادي نزولوها وغادي نحطوها فوق المنديل. هانتوما كما كتشوفوا اخوتي واخواتي حيدوا البغريره ديالنا من المقله، كنحطوها نتوما كما كتشوفوا، وكنعاودوا نديروا بغريره اخرى، وما بين بغريره وبغريره كان ضروري خصنا نشللوا المقله بشويه ديال الماء يكون بارد باش هكا المقله تفقد من الحراره ديالها ويطيب لنا البغرير مزيان. ودابا على بركه الله غادي
يبقى الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي رائع رائع رائع، نتمنى تجربوه ويعجبكم، كيجي ناجح 100%. ما تخافوش بانكم تجربوه، وما تنساوش تشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. خليوا التعليقات ديالكم جيم ولايك، ولا حلقة مقبلة بحول الله.